وقد حدثني شخص هداه الله عز وجل من هذا الأمر وقد أوشك أن يدخل فيه. قال إنني أتيت ساحرا وقلت له أرى عندك كذا وأرى عندك كذا وأرى أنك تستطيع على كذا، وهو جار لي يقول، فقلت له أنا أريد أن أكون مثلك، فأريد أن تدلني على طريقة. يقول أعطاني مقدمات طويلة وقال لي أريد أن أعطيك أمورا تفعلها بدقة ولا تترك شيئا منها، وغدا في الصباح ستكون مثلي تماما وعندك كل هذه الأشياء، ولكن تلتزم بكل ما أوجهك إليه. فالتزمت له بذلك. يقول فقال لي تذهب إلى شاطئ النهر عند غروب الشمس، والشمس تغرب بين قرني شيطان، اختار له هذا الوقت عند غروب الشمس وقربها من الغروب، وتقف عند شاطئ النهر مستقبلا الشمس بينك وبينه. وقال وأعطاني أسماء، وذكر لي من حدثني، ذكر لي هذا الشخص الأسماء التي أو الاسم الذي أعطاه إياه، هو اسم من أسماء الشياطين. قال تقف عند الغروب، إذا دنت من الغروب تبدأ تنادي هذا الاسم، تبدأ تنادي هذا الاسم. قال فإذا ناديت كم مرة بصوت سيأتيك من داخل البحر حيوان مفزع، ووصف له هيئته وذكر لي هو هيئته. قال سيشق الماء وسيأتي إليك وسيناديك باسمك وسيطلب منك أشياء، فكل ما يطلب منك استجب ولا تتردد، افعل كذا قل أفعل، لا تفعل كذا قل لا أفعل، فتستجيب له. يقول فذهبت إلى حيث وجهني ووقفت في الوقت نفسه، ولما دنت الشمس من الغروب بدأت أنادي. يقول بالفعل جاء حيوان من وسط البحر مقبلا علي حتى قرب مني وهيئته مفزعة، ناداني باسمي، قال فلان، قلت نعم. يقول من توفيق الله لي أن أول طلب طلبه مني أن أقوم به أمر نشأت نشأة قوية على المحافظة عليه. يقول هذا من نعمة الله علي، ويحمد الله كثيرا ويخبرني. يقول من نعمة الله علي أن أول أمر طلبه مني أمر نشأت على من صغري على نشأة قوية على المحافظة عليه. فأول ما بدأني قال تترك الصلاة، أول ما بدأ معي قال تترك الصلاة. يقول فرأسا بدون تردد ولا تنعث قلت الصلاة لا، الصلاة ما أتركها. يقول فصاح بصوت وذهب وساخ في البحر ولم أره. يقول وبعد أيام لقيت جاري هذا، فيقول لما لقيته وإذا به مشتد غضب علي وقال آذيتني وأضررت بي، يعني بمعنى أنه أرسل لهم شخصا غير مطاوعا، والاتفاق معه ألا يرسل لهم إلا من هو مطاوع، فآذوه وتعرضوا له بالأذى لأنه يعني أرسل لهم من ليس بمطاوع.